عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم من جميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. رجل لحياة فم إذاعة القيروان للصحة، أهلا وسهلا بكل ملتحق بنا في الاستماع على البوند فم 93. نذكركم نتواصل معكم مدة ساعتين من زمان على خاطر صحتكم تهمنا، مختلف الفقرات اللي تهم الصحة متاعكم من صحة جسدية إلى صحة نفسية، ومختلف المعلومات اللي نجموا مدكم بهم طيلة ساعتين من زمان. البيت المريح من أعظم مصادر السعادة، ويأتي مباشرة بعد الصحة الجيدة وراحة البال، مقول قولت سيدني سميث. وتود سويت مشو معكم للسمغ سمغ. مواضيعنا لليوم مش تكون مختلفة، نبدأ لكم بحوالي 3 مليون تونسي يعانون من ارتفاع ضغط الدم. مازلنا معكم زيدا نقعدوا في تونس، واليوم العالمي للذئبة الحمراء، وين أصدروا كتيب علاجي للمرضى باللهجة التونسية، وبادرة جديدة من نوحة باش تخلي كيكا المواطنين تكون عندهم سلاسة الفهم، خاصة في الأمور الطبية اللي تنجم تهم الصحة متاعهم. كنا تحدثناكم في المرة الفارطة على الزعيم الكوري الشمالي اللي كان مش يتخذ إجراءات صارمة في خصوص أول إصابة بفيروس كورونا، وهو غاضب بشدة ويتوعد المسؤولين. تنقرأ في المقالة ذي أكثر تفاصيل على الموضوع. سينو موضوعنا في شيف سنتي بش يكون السمنة اللي تهددكم بأمراض خطيرة، منها عافنا وعافيكم الله السرطان، ونحاول نعطيكم بعض النصايح للوقاية من السمنة. سينو في ساعتنا الثانية كيف العادة يكون حاضر معنا أهل الاختصاص، يكون حاضر معنا دكتور هاجر كشوخ أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية. نعرفوا الصيف قرب وسيبون، لازمنا بعض النصايح باش نتلهيو بالبشرة نتاعنا، ذيك علاش باش تحاول تعطيكم دكتور هاجر كشوخ النصايح المهمة والمهمة جدا في فصل الصيف، وكيفية التعامل مع البشرة نتاعنا لحمايتها من الشمس، وخاصة من الأمراض اللي تنجم تنجر على الشمس نتاعنا. موصلين معكم مدة ساعتين من زمان، أهلا وسهلا بنوفل الشرطاني في الإخراج التقني الحساسي، نو أحمد شفار اللي مأمن لكم ديجيتال، وماري منصوري كوتي ميكرو تقول لكم ما تبدلوش الموجة، خليكم برانشي على 93. مازلنا مواصلين معاكم في سانتي 5.0. كيف العادة والناس اللي تعودت بنا في الاستماع، نمدوكم في التوقيت هذايا بآخر الأخبار الصحية كالكسوة المحلية والعالمية في كواد نوف. كواد نوف سانتي. جديد في عالم الصحة، نبدأ بتونس. اليوم العالمي للذئبة الحمراء، وين تم إصدار كتيب علاجي للمرضى باللهجة التونسية، وقت اللي أطلقت الجمعية التونسية لمقيمي الطب الباطني أمس الأحد كتيب علمي علاجي لفائدة مرضى الذئبة الحمراء، وهو مرض نادر يتعلق بخلل مناعي، وهذا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للذئبة اللي كان الموافق ليوم 10 ماي من كل سنة. يرمي الكتيب هذا للتثقيف الصحي لفائدة المصابين بالمرض وتوعيتهم عبر بعض التوجيهات والنصائح اليومية الحياتية بكيفية أولا الحفاظ على حالتهم الصحية اللي تكون مستقرة، حسب ما أفد به ممثلو الجمعية خلال اليوم المفتوح اللي كان انتظم بمدينة العلوم بتونس. اعتبر ممثلو الجمعية اللي كانت بادرت بتنظيم مثل هالتظاهرة الصحية أن الكتيب هذا يمثل أول إصدار في الطب الباطني وفي الطب العام بصفة عامة على المستوى الوطني. كنت قلت لكم أنا سابقة أولى من نوحة لافتين الرغبة في التسويق الإعلامي للإصدار الصحي من أجل رفع الوصم على مرضى الذئبة الحمراء. بين في ذات السياق أنه الكتيب هذا هو كتيب علمي ثمرة عمل مقيمي الطب الباطني وأساتذة الطب والمختصين في الطب النفسي وكل الفاعلين المعنيين في الموضوع هذا. من جهتها كانت قالت رئيسة الجمعية التونسية للطب الباطني والطبيبة المختصة في الطب الباطني بمستشفى الرابطة الدكتورة مونيا السميتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهدف الأول من تنظيم الأيام المفتوحة الأولى لفائدة مرضى الذئبة الحمراء هو أن كونهم نحسهم ونثقفهم حول المرض متاعهم ويرجدهم حول كيفية التعايش معه وملازمة العلاج، وخاصة ممارسة النشاط الرياضي اللي نجم يمكنهم أنهم يساهموا في تقديم
الإضافة باش يتصدوا المثل هالمرض. وفيما يتعلق بالناحية النفسية لمريض الذئبة الحمراء، كانت أفادت الطبيبة النفسية بمستشفى الرازي بمنوبة رابعة الجملي أن مرض الذئبة الحمراء يعتبر مرض مزمن كما الأمراض المزمنة الأخرى، اللي عندها تأثير على الجانب النفسي للمريض، اللي تنجم تتغير الحالة متاعه كلها من خلال التدرب على أولا العادات الصحية والحياة الجديدة متاعهم، إلى جانب نسق الحياة الجديد، لفت إلى أنه أي تغيير ما يتمش تقبله بسهولة كسائر الأمراض الأخرى. كانت أضافت في نفس الإطار أنه يستوجب مرافقة المصابين بالأمراض المزمنة بعلاج نفسي إلى جانب الإحاطة والمساندة العائلية من أجل اكتساب توازن نفسي جديد. لفت في ذات السياق أنه حوالي ثلث مرضى الذئبة يعانيوا من حالة اكتئاب، وللإشارة انتظمت خلال اليوم المفتوح اللي كان يوم أمس ورد ورشة عمل حول لدي الذئبة، واللي تناولت في تأثير المرض على الصعيد الوطني خاصة بالنسبة للتونسيين الأفاق متاعو. وهي كانت اليوم المفتوح هذا كان موجه بالخصوص كما قلنا في أول المقال كلكو سؤال للإعلاميين وإلا المرضى وإلا الناس المحيطين بهم وأهل الاختصاص. نذكركم اللي اليوم كان انطلق منذ أمس من الساعة 10 متاع الصباح إلى حدود 5 متاع العشية، وكان فيه تنظيم عديد الورشات من أطباء الاختصاص خاصة في الطب الباطني والنفسي وكذلك في الأمراض الجلدية. إن شاء الله ربي يحمي الجميع، ومهم جدا مثل هالأيام ذوما خاصة إذا كانت من ضمن الأمراض اللي تنجم تأثر بطبيعة الحال على المريض في حد ذاته وإلا الأشخاص المحيطين فيه المحيطين به. وإحنا ديما نقولوا كي نحكيوا على صحة نحكيوا على صحة بمفهومها الشامل اللي تنجم تمس الصحة الجسدية وكيف كيف تأثيرها النفسي للصحة النفسية متاعكم. موصلين زادة في نفس الإطار ونحكيكم على كل مستجدات تنجم تهم الصحة متاعكم. ونمشي بكم لأخبار الصحة العالمية. كنا تحدثنا في المرة الفارطة على أولى الإصابات في كوريا الشمالية بفيروس كورونا. كيم يونغ الزعيم الكوري الشمالي غاضب بشدة ويتوعد المسؤولين علاش لفشلهم في توصيل الأدوية للشعب في الوقت المناسب في وسط تتفشي فيروس كورونا، وأمر بتعبئة العسكريين لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية. عقب كان معناها بعد ما عقدوا المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم اجتماعا تشاوريا طارئ مرة أخرى باش يناقشوا فيه إجراءات السيطرة على الأوبئة وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية يونهاب. وكان أعرب كيم خلال الاجتماع هذا على عدم الرضا متاعه كالكسوة على عدم توفر الأدوية بشكل صحيح للصيدليات، على الرغم من أنه مكتبهم السياسي كان أصدر أمر طارئ للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتوفيرها في الوقت المناسب. كانت قالت الوكالة زيدا في نفس الإطار أنه أمر من رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال باش يحق الاستقرار الفوري لإمدادات الأدوية في مدينة بيونغ يانغ من خلال الاستعانة بالقدرات العالية في المجال الطبي العسكري للجيش الشعبي ووبخ قطاع القضاء والنيابة وتحديدا مدير النيابة العامة المركزية لفشلوا في الإشراف والرقابة القانونية على توريد الأدوية وفي تصحيح العديد من الظواهر السلبية خاصة فيما يخص تداول الأدوية. كان انتقد زعيم كوريا الشمالية بشدة مجلس الوزراء وقطاع الصحة العامة لسلوك العاملين فيها غير المسؤول، وقال أنهم ملغزم وما شمروش على السواعد امتاحهم لخدمة الشعب. نشوف احنا مثل هالقرارات عليه شيء على خاطر إصابة واحدة فقط في كوريا الشمالية بالنسبة لفيروس كورونا. نشوفوا الإجراءات الصارمة، احنا قلنا مش ننتظروا قرارات كبيرة. كان أشار إلى أنه معظم الصيدليات في حالة سيئة، موضح أنه بأدوات عرض أدوية تفتقر إلى مخازن، وانتقد بعض الصيادلة لتقديمهم الخدمة زادة كيف كيف دون ارتداء الأرضية البيضاء متاعها المناسبة أثناء التفشي متاع الفيروس. وكانت أبلغت كوريا الشمالية نهار لحد أمس على 8 وفيات إضافية مما رفع العدد الجملي بسبب كورونا إلى 50، وظهرت أعراض الحمى على أكثر من 392 و920 شخص في جميع أنحاء البلاد. بلغت كوريا
عاون أول إصابة بفيروس كوفيد 19 منذ ما بدأت الجائحة بعد ما زعمت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين وأعلنت حالة الطوارئ. هذوما هما مختلف الإجراءات اللي كان اتخذهم كيم يونغ الزعيم الكوري الشمالي للإصابة الأولى بفيروس كورونا وكان انتقد المنظومة الصحية في البلاد. إن شاء الله نزيد نشوفه مثل هالإجراءات حماية للشعب التونسي ومختلف الشعوب الأخرى وراو تطبيق البروتوكول الصحي وراو السياسات الصحية اللي لازمها تمشي في بلادنا للمحافظة على شعبنا يكون عنده عيش كريم خاصة على الأقل من خلال توفير أبسط حقوق العيش فيما يخص الصحة نتاعهم. كانت هذه كواد نوف لليوم. كواد نوف سانتي. مازلنا واصلين معاكم في سانتي 5.0 حتى نص نهار بعد بشوية. رقم حوالي 3 مليون تونسي يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم مع حديثنا على السمنة اللي تنجم تهدد أحيتكم الناس الكل بأمراض خطيرة منها السرطان. عافانا وعافاكم الله. بعض النصائح الوقائية باش تحميوا من روايحكم وتحميوا الصحة متاعكم. هذه هي إذاعة القيروان للصحة. الحياة أول مدرسة للطب والصيدلة وطب الأطفال في العالم الإسلامي، قبلة العلماء ومدينة كبار الأطباء عبر التاريخ. القيروان مهد العلوم والحضارة الإسلامية بالمغرب العربي، من بيت الحكمة ومسجد عقبة إلى المدينة العتيقة بأسوارها وأزقتها المليئة بالأسرار. من هذه المدينة بالذات إذاعة الحياة منارة للمعلومات. إذاعة الحياة، إذاعة القيروان للصحة. إذاعة القيروان للصحة مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار في سانتي 5.0. سانتي 5.0. كل المواضيع الصحية اللي تنجم تهمكم مختلف المعلومات اللي نجموا نمدوكم بهم. بعد تكون حاضرة معنا دكتور هاجر كشوخة أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية باش نحكيكم على كيفية الاعتناء بالبشرة متاعنا في فصل الصيف. محور موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور. سينو اقبلها بيان سور ما نجموش ما نعجبكمش هكا مختلف المعلومات وخاصة الأرقام فيما يخص الصحة متاعكم. شيفر سنتي. شيفر سنتي. في شيفر سنتي لليوم باش نحكي لكم على رقم مهول يعتبر حوالي 3 مليون تونسي عانيوا من ارتفاع ضغط الدم. وين افادت رئيسة الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين ليليا سخامة امس الاحد بالمستشفى المحلي بتضامن من ولاية اريانا انه تونسي واحد على ثلاثة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، اي ما يعادل حوالي 3 مليون تونسي من فئة الكهول وما يعلموش بالارتفاع ضغط الدم هذا إلا الثلثين منهم، لأن هم مصابون بما يعرف بالمرض الصامت. شدت سخامة في تصريح لوكالة أفريقيا للأنباء خلال اليوم المفتوح لتقصي مرض ارتفاع ضغط الدم اللي انتظم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرض هذا اللي يوافق إن شاء الله بعد بنهار 17 ماي 2022، اللي هو وافق 17 ماي من كل عام، على أهمية التقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم. مشيرة في هذا الصدد إلى أن الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين توصي بقياس ضغط الدم لكل شخص كان بلغ سن 18 سنة على الأقل على أن يصبح التقصي إجباري بداية من سن 30 عام. وكانت أوضحت أن قياس ضغط الدم يعتبر عادي إذا كان أقل من 12 على 8، وعلى الناس اللي عندهم النسبة هذه لازمهم ديما يقيسوا ضغط الدم متاعهم كل 5 سنوات. وإذا اتضح أنه ضغط الدم بين 12 و13 تولي تنصحهم اللي ديما بصفة تداولية يقيسوا ضغط الدم متاعهم. تم خلال اليوم التحسيسي هذية اللي يتزامن زيدة مع ثلاثينية أحداث المستشفى المحلي بالتضامن الأعلين عن انطلاق برنامج نموذجي للتعهد الرقمي بمرضى ضغط الدم بمنطقة حي التضامن بالمنيه. لكن أوضحت الدكتورة ليليا سخامة في الصدد هذا أنه يهم 4 مستوصفات، هي مستوصفات كل من حي 18 جام في البساتين التضامن المنيه لبديرة صحية التضامن
الضامن والمنيله. كانت انه باش يتم بموجب البرنامج هذا تجهيز المستوصفات بالمعدات الاعلاميه اللازمه لرقمنه علاج ارتفاع ضغط الدم، مشيره الى انه تم في الاطار هذا اقتناء 20 حاسوب آلات الكترونيه لقياس ضغط الدم ومعدات اخرى. زاد تم تكوين 18 طبيب في الاطار هذا واخصائي تغذيه لمعالجه مرضى ضغط الدم بالطريقه المثلى طبقا للتوصيات التونسيه اللي كانت حددتها الجمعيه مع المنظمه الوطنيه للاعتماد في مجال الصحه. وتم فصدد هذا حسب المتحدثه وضع دليل لعلاج المرض لتطبيقه بحذافيره بعد توفير كل الامكانيات اللوجستيه والتكوين اللازم للاطار الطبي باش يتابعوا المرضى بالطريقه المثلى ويحاولوا توفير الادويه والا آلات قياس ضغط الدم لمده 24 ساعه وكل ما يلزم لتشخيص المرض هذا والمعالجه نتاعو تجنبا للمضاعفات المتمثله خاصه في جلطات الدماغيه لا قدر الله، القلبيه والقصور القلبي والكلوي والخرف المبكر ما يعرف بالألزايمر. سينو من جهتها افادت استاذه امراض القلب والشرايين وامينه مال الجمعيه التونسيه لطب القلب وجراحه القلب والشرايين عفيف بن حليمة أن كلفة البرنامج النموذجي للتعهد الرقمي بمرضى ضغط الدم بجهة حي التضامن فقط لمنيهلة بلغت حوالي 200,000 دينار، ساهموا فيها جميع الأطراف إلى جانب الجمعية عدة مخابر لصناعة الأدوية وبالأموال والتجهيزات. وكان واكب وزير الصحة علينا مرابط فعالية انطلاق المشروع النموذجي هذا للتعهد الرقمي بمرضى ضغط الدم بجهة حي التضامن من نجاحات الطبية اللي كانت تتحقق في تونس في مجال معالجة الأمراض والتوقي منها خاصة الأمراض المزمنة. وتواصل طيلة يوم كامل اليوم التحسيسي هذا كيف زاد حتى في ولاية القيروان. احنا كنا تمررنا يوم أمس اليوم اللي كان في معهد مدرسة التمريض بالقيروان بالشراكة مع قسم القلب والشرايين بمستشفى ابن الجزار، وكنا قمنا بتغطية لليوم المفتوح هذا يوم التقصي لارتفاع ضغط الدم، وكانوا فما حملات تحسيسيه وتوعويه وقياس لضغط الدم بالنسبه للاشياء هذو. ما شاء الله ربي يحمي جميع وديما الامراض المزمنه من ذبينا نكثفوا مثل هالحملات هذيا وخاصه الحملات التوعويه والا الخيمات التحسيسيه اللي نقيسوا فيها كلك سوا ديما نلاحظوا احنا يا اما تلقى تقيس السكري والا ارتفاع ضغط الدم خاطر يعتبروا زوز هذوما من الامراض الصامته اللي تنجم تاثر على الصحه نتاعكم واللي لا قدر الله تنجم تادي بكم الى جلطات الدماغيه والقلبية. وما تفيقش بروحك غير ما خاطر ما تظهرش الأعراض، ديما الأعراض تظهر في وقت متأخر وقت اللي نكونوا ديجا وصلنا تفشى فينا المرض هذا. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. نذكركم بالرقم حوالي 3 مليون تونسي عانيو من ارتفاع ضغط الدم. ما فيها بيس نكملوا في شيفخ سنتي نتاعنا ونعطيكم احنا ديما نحاولوا نمدوكم بمختلف هكا المعلومات اللي تهم الصحة نتاعكم ومختلف الدراسات اللي تقوموا بها العلماء، ونمشي معكم السمنة اللي هي تهدد بأمراض خطيرة منها السرطان عافانا وعافاكم الله، على خاطر السمنة المفرطة مع زيادة احتمالية خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض الخطيرة والمزمنة اللي يصعب المعالجة متاحة بسهولة. كانت حذرت الجمعية الألمانية للسمنة من خطورة السمنة على الصحة متاعنا وين ترفع خطر الإصابة بداء السكري وإلا ارتفاع ضغط الدم اللي كنا نحكي لكم عليها قبيلة بشوية وإلا الأزمات القلبية والسكتات الدماغية بالإضافة إلى 13 نوع من الأمراض. كانت أوضحت الجمعية أنه يتم تشخيص الإصابة بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم BMI أعلى من 30، في حين يتم تشخيص الإصابة بالبدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25. أضافت في نفس الإطار الجمعية أنه نجم نحارب السمنة من خلال برنامج علاجي شامل يتألف من تعديل النظام الغذائي، ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الحركية والعلاج السلوكي. وبعض النصائح اللي كانوا مدوا بها الناس اللي تنجم تقرأ المقال هذية وإلا الناس اللي تحب تبتعد على السمنة وتحمي رواحة ويكون عندها نظام غذائي متوازن، هو لازم تتبع سلوك غذائي حياتي لمحاربة السمنة كما قلت لكم، ممارسة الرياضة بانتظام. وديما نأكد لكم احنا كيكسو حتى في
فقرتنا الرياضية ولا في مختلف الفقرات نأكد لكم على أهمية الرياضة للجسم متاعنا وتكون بصفة يومية. سينو ماذا بكم تبعدوا على التوتر والقلق والضغط النفسي والعصبي اللي نجم راهو يؤدي بكم للسمنة، خاطر نعرفوا احنا فما برشا ناس إذا كان تتغشش ولا تتنرفز تلقاها ديريكت مور تمشي وتاكل بطريقة مهولة. تبعدوا على كل ما هو مشروبات غازية، ذي موجه لأحمد وموجه لنوفل الدراسة هذه، تبعدوا على المشروبات الغازية كيف باش تحافظوا على الوزن نتاعكم وتقلوا. أحمد لا، أحمد ماهوش من الناس المغرومين بالجازوز، نوفل دونك نوفل هذيا النصايح ليك أنت موجه. زيدا كيف كيف عنا أنس زيدا مغرومة بالجازوز، تقلوا من الأغذية الدهنية اللي تحتوي على السكريات، تبعدوا على كل ما هو خاطر احنا نقولوا ديما فما السكريات راهي زادة تنجم تأثر على البدن نتاعكم. روز، كسكسي، مقارونة، الخبز الأبيض حاولوا تاكلوهم ديما باعتدال وديما تكون كمية الألياف هي الزايدة أكثر حتى في الطبق نتاعكم تخليكم تحسوا بشبع. وماذا بكم تبتعدوا على الكسل والخمول. ونأكدوا لكم نقطة مهمة نختموا بها شي فرسنتي اليوم، هي الحرص على زيادة النشاط البدني خلال اليوم نتاعكم هكاك يحميكم من مختلف الأمراض وربي بعد عليكم الأمراض. الناس كل كانت هذه شي فرسنتي. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى نص نهار شوي اخر. تكون ضيفتنا دكتور هاجر كشوخ اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه. موضوعنا لليوم هو نعرفوا طقس سخن، الاعتناء بالبشره نتاعكم في فصل الصيف. تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289 اذا كان عندكم تساؤلات تحبوا تطرحوها على دكتور هاجر كشوخ في موضوعنا لليوم كيفاش تعتنيوا بالبشره نتاعكم. واحنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في ضلت حاكت وصلنا معكم ل 12 دقيقة بعد لحتاج. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 كل عادة في توقيت هذا نجيكم. ألو دكتور. ألو دكتور. ألو دكتور، موضوعنا لليوم فيك وصيف أقرب نعرفوا الناس الكل وخاصة ممكن ننسيو حتى بخاتيك موالي ورجال دوي بالبو متاعهم يحبوا نظارة متاع البشرة متاعهم خاصة في ظل المظار اللي نجم تكون على البشرة متاعنا في فصل الصيف. شنو التعاملات والاحتياطات اللازمة اللي لازمهم يعتنيوا بها بشرتهم في فصل الصيف؟ هذا اللي باش نعرفوه بأكثر التفاصيل. حاضرة معنا دكتور هاجر كشوخ أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية. أهلا وسهلا دكتور. عايشك، نشكرك على الاستضافة. مرحبا بك، مشكورة أنت على تلبية الدعوة. الحقيقة رحبت الصدر بتاعك اللي ديما نلقاوك أتم ما إذا كان ماكش ديبوردي بيان سور ديما تكون موجودة. دكتور اليوم موضوعنا يعتبر مهم جدا على اعتبار سي بون الأيامات احنا قلنا دخل مي بقوة الحقيقة من الأيامات اللي مش فاهم روحه، ولكن سي بون لاحظوا اللي تو خاتيك مو حتى نقولوا خلينا نقولوا احنا من 8 متاع الصباح الشمس تعتبر قوية شوية، الناس اللي تخرج وناس ماتينال يفهموا اللي فصبح بكري سي بون حتى شمس يقول لك ولا تقوية اذا كان ما قضيت الشوري من الصباح بكري راهو سي بون. هنا كيفاش نجموا احنا نفسروها مساعة قبل كل شيء اشعة الشمس اللي نحكيوا عليها وقتاش نقولوا اشعة الشمس هي قوية ولا ما هيش قوية، نقولوا حاجة عادية حتى على البوم تاعنا خاطر نعرفوا البشرة تاعنا تستحق للفيتامين دي. هنا خلينا نفسروا لهم ونقولوا شنو هي اشعة الشمس باش نحطوهم في الاطار اللي تنجم تاثر على البوم تاعنا. هي اشعة الشمس كونا من أشعة مرئية وغير مرئية. إن فيت باش نقاو الأشعة المرئية والأشعة الأخرى اللي هي ليزانفراغوج والأشعة اللي هي فوق البنفسجية ليزوفي أ يوفي بي ليزوفي سي. بي ليزولترافيولي هذوما هما اللي احنا نخافوا منهم. في الأصل هو في الحقيقة هي توقف الأشعة هذه بالكوش دوزان. ملي صار فيها معناتها الاشكال في الكوش دوزون ولينا نقبلوا اكثر على الارض الكميه الكبيره نتاع لي زوفي لي زوفي بي ولي زوفي سي. دونك من هوني انطلق المشكل نتاع تاثير اشعه الشمس على الجلد. اشعه الشمس على الجلد راهي فيها زوز اتجاهات، هي اشعه الشمس تنجم تكون نافعه كما تنجم تكون مضرة على الجلد نتاعها. هنا يا فوالا دكتور تقول لك نافع، احنا نعرف ديما كل حاجه عندها البيه نتاعها وعندها الخايب نتاعها. هنا كمواطن عادي كيفاش يقول لك انا مش اشعه الشمس هذيك نجم نقعد في اشعه الشمس؟ لاندرا الوقت هو اللي باش يفرق وقتاش باش نقعد فيها، الحده نتاعها السخانه اون جينيرال كي نجيو نعملوا نقيسوا درجه الحراره في لونتوراج الكل، كيفاش هنا كمواطن عادي نجم يقول توا اشعه الشمس راهي نافعه بالنسبه لي
قبيله سينو بار كونتر تنجم تكون دار. مي احنا باش نحكيو على المنافع والمضار وبعده نحكي لك على الاحتياطات باش هنا يعرف المواطن كيفاش باش يحتاط من اشعه الشمس. اشعه الشمس هي بالاساس هي نافع ما خلقها ربي كان باش تكون نافع للانسان معناتها. دونك هي اول حاجه هي مش تعطينا الدفء مش تعطينا مش تحمينا من بعض الامراض على خاطر هي تفرز مع تخلينا نفرزوا احنا الفيتامين دي دونك باش تحمينا من مرض الراشيزيزم. هي اللي تعطينا التوازن النفسي على خاطر اشعه الشمس تخلينا البدن يفرز هرمون اللي هي الميلاتونين اللي هي عندها تاثير على التوازن النفسي نتاع الانسان. معناتها كي تبدا الدنيا مشرقه نبداو فرحانين كي تبدا الدنيا عاملين جو كي نبدا الدنيا مقت ابا نحسوا احنا بطبيعتنا عندنا الاكتئاب. اشعه الشمس نجم تحسن بعض امراض من بينهم امراض بعض امراض الجلد كيما مرض الصدفيه. دونك ما عندها اشعه الشمس راهي هي نافعه بالاساس لكن عندها مضر. المضر نتاعها بطبيعه كي مش نقعدوا فيها برشا ما نحميوش نفسنا في ذروه الفتره نتاع الشمس تكون قويه دونك وقتها باش تولي عندنا المضر نتاع اشعه الشمس. كان حاب نحكيو على المدار نتاع اشعه الشمس اكيد نحكيو عليهم باش نحطوهم في الاطار دكتور. دونك المدار نتاع اشعه الشمس هما نجم نقسمهم الجزئين. فما المدار اللي هي نتاع توتو وفما المدار على لونتير. المدار نتاع توتو نشوفوهم خاصه للناس اللي تتعرض في البحر ويقعدوا مده طويله الشمس ما غير حمايه وما غير تدرج معناتها ديريكتومون دي جوغ لوندوما يمشيو يتعرضوا لبرشا. يعني مثلا خلينا باش يفهموا بالضبط دكتور دونك اليوم مشي وغدوه مشي دونك في جرت بعضهم الايامات ما ريحوش حتى البدن نتاعهم. لا هو ما غير تدرج نقولوا احنا اليوم ما مشوا في البحر غدوه يمشي يقعد نهار كامل. دونك معناها ماهوش مثلا مش كل ساعه كل نهار ساعه هذاك الصبر. احسن حاجه كي مش نجي نمشي للبحر باش نتعرض لكميه كبيره للشمس يزم مستحسن بالتدرج. يوم نقعد ربع ساعه غدوه بعد غدوه نقعد نص ساعه بعد ساعه مش نتخلي الجلده تحضر روحها سادابتي للاكسبوزيسيون سولير اللي احنا مش نتعرضوا لها. كي تصير تعرض للشمس بطريقه ايغو مع طريقه سريعه في مده زمنيه طويله راهو هوني تنجم تصير لنا المشاكل اللي راهوها ليميديات معناتها تصير حروق يعني صبيت ما سخون على بدنك. دونك تنجم تصير حروق اللي تتمثل في الحموريه في النبابل بالماء في الوجيعه هذيك كلها تتسمى المضار الديريكت نتاع الشمس اللي عباره معناها كالصدمه من كالصدمه للجلده. وفما المضار اللي نشوفوها بطول المده معناتها تعرض للشمس مستمر ديما ما غير حمايه مع طول الوقت باش نشوفوا مدار الشمس على الجلده المتمثله في زوز حاجات في الشيخوخه المبكره نتاع الجلده من ناحيه ومن ناحيه اخرى ظهور بعض الامراض الخبيثه لي كانسير اللي هما لي كانسير كوتاني افيك لو ميلانا سرطان الجلد بزوز انواع نتاعو ولا معناتها اللي هي تظهر بعد مده زمنيه معينه تعرض مستمر طريقه مستمره وطريقه ومده طويله من غير حمايه. فوالا اللي من غير حمايه واللي الحمايه الناس الكل دكتور انتريسي بالحمايه هذيا يقول لك انا كيفاش نحمي البشره نتاعي ولو انه تو معناها ان شاء الله حتى ممكن كان ما حكيناش فيه المراهيل ان شاء الله نحكي فيه المره الجايه كطرق للتصمير اللي يعملوهم كيفاش يسمروا البوم تاعهم تاع البرونزاج هل انه معناها باهي هذيك للبوم تاعنا يكونوا بطريقه طبيعيه من الشمس معناها الربانيه والا بالطرق الاخرى كيفاش يكونوا محميين اكثر خاطر نعرفوا فما برشا عبيد اللي ولو يغيروا لون البشره تاعهم يحبوا كالكولور برونزي نتاعهم هذيك نحكيو عليه في مره اخرى. هوني برشا ناس تتسائل تقول كاين الصيف جاي كيفاش باش نحمي البشره نتاعي اذا كان هما عندهم المضار هذوما الاحتياطات كيفاش تكون هذه اليوم نحبوا نفسروه لهم على الاقل باش يعديوا الصيف نتاعهم مرتاحين حتى نفسانيا نقول لك انا عملت اللي علي بعد اللي باش يصير هذيك معناها على ربي اما معناها على الاقل نعمل اللي عليا نحمي روحي وكيفاش تكون التصرف من الاولى اسكو فما الكل لازمها بريباراسيون من قبل نهيئوها والا ما نهيئوهاش اسكو معناها الحاجات هذوما الكل دكتور انت قلت لي باش يكون عندنا دو فولي في الاحتياطات كيفاش باش يكونوا دكتور؟ باهي الاحتياطات
فما زوز انواع. فما الاحتياطات في الحياه العامه معناتها احنا في كورونت كيفاش باش نتصرفوا، وفما الاحتياطات اللي هي اكثر تشدد في البحر كما قلنا يمشي على غفله للبحر ويصدم يصدم الجلد نتاعو خلينا بين لو نهار. دونك احنا في الاحتياطات اللي في الحياه العامه معناتها احنا توا انسان يخدم مشي بشي يقضي مستحسن انه يلبس لبسه لباس اللي هو مش يحميه، خاصه هو مثلا مش يخرج في النهار في الصباح شمس بدا قويه مش نلبسوا مظله نلبسوا اليونات نتاع الشمس نحاولوا نلبسوا حوايج تغطي اكثر ما يمكن الجلد نتاعنا، تكون فاتحه لونها فاتح تكون معناتها مش لاصقه للجلد نتاعنا تكون فضفاضه شويه باش تحاول تحميه اكثر ما يمكن من الشمس مع استعمال الواقي ضد الشمس اللي هما لي زيكران على البلايص اللي انت ما تنجمش تغطيها كيما وجهها كيما كفيد وكل دونك انت مش معناتها مش تحميهم باللي زيكران اللي هما لي كريم اللي هما فيهم لي كاباسيتي القدره على انهم يمتصوا ولا يعكسوا لي غيون الكرافيولي. دونك لي زيكران هنا راهو احنا اذا كان مش نقعدوا برشا مش نقضيو مده طويله معناتها مش نقعدوا بثلاثه سوايع بالاربعه سوايع احنا برا من المستحسن نعاودوا كل ساعتين ليكرون تاعنا. فوالا احنا فيك دخلنا دكتور في لي زيكرون وكجاي باش نحكيو على لي زيكرون خاطر في الميكرو تروتوار برشا سالوا على لي زيكرون قبل ما نحكيو عليهم باكثر تفاصيل ميساج خلينا نسمعوا الميكرو تروتوار بيان سور وشنو قال الشارع القيرواني وشنو المطالب نتاعهم تجاه دكتور هاجر كشوخ اخصائيه امراض الجلديه والتناسليه. نحب نسهلك بربي البوم تاعي ياسر تزايد دو تيل فاسون ما نلقاش ليكرون اللي ويتي وجهي وزيد في الصيف البوم تاعي في سما تسمار قولي شنو الحل وباش تنصحني كايكرون. في الصيف توا باش تولي عندنا برشا مشاكل في البو وكل شيء بربي حبيت نسال معناها شنو نجم نستعمل باش نيفيتي لي تاش بغيون شنو ما لي زيكرون اللي باهيين اللي نجم نستعملهم. فهمت انا البوم تاعي فيها برشا لي تاش بغيون ونتقلق برشا في الصيف شنو ما لي باز اللي نجم نستعملهم شنو ما لي ابار لي زيكرون نسأل على جيل نتويون يمشي مع البوم تاعي أكنيك. عسلامة دكتور أنا عندي قشرة رهيبة بالحق ما لقيت ليش حتى حل وحتى دواء استعملت برشا شامبوانات استعملت برشا دوايات لكن أنا في عربي ما نعرفش اسكم البوم تاعي اللي هي خاطر هي بو جراد معناها نتزيت ولا ما نعرفش أنا وإلا ما نعرفش شنو الدواء ولا كيفاه نمشي لطبيب مباشر معاه ولا شوف لي حل. حبيت اسال الدكتوره مثال شنو تنصحني في الصيف بشرتي تزيد حساس لقى مشكله في اختيار ليكرون شنو تنتي مثال شنو مثال تريتمون تنجم تنصحني به خاطر انا بشرتي تزيد وفي ساعه ما يطلع لي الحب. حبيت نسال الدكتور انا ديما نمشي نعمل لي سوان وجهي معناها وناخذ ليكرون وناخذ كريم دي نوي ورغم هذاك الكل معناها وديما وجهي زيت معناها بصفه غريبه ورغم اني يعني اللي هي بيه فما دو تيل فاسون كي نعمل ليكرون وجهي ازرق. حبيت نسال اسكو فما ايكرون معناها معينه لازمني نستعملها لي يعني بالحق حاجه ولا تقلق على الاخر. عسلامة دكتور بربي حبيت نسالك عندي مشكل كونه شعري طويل بالكل ديما شعري يطيح معناه بلي عملت له تريتمون وبدلت لي شامبوان والكل ما باقي فما نفس المشكل نتاع الشعر يطيح بطريقه كبيره برشا دونك حبيت نسالك دكتور شنو الحل. ولا ذي راي شرع القيرواني برشا معناه بدل من هكا الفولي شويه نمشي نسال على الشعر فيكو حاضره معنا اخصائيه يعرفوا اخصائيه جلده والامراض الجلديه والتناسليه دكتور هنا براتيكمون نيس كل في مخاخ دكتور اللي الحمايه من الشمس جوست توفر عن طريق ليكرون فقط هل انه المعلومه هذه صحيحه جوست ليكرون احنا بدينا باش نحكيو على الاحتياطات خاصه في الفي كورونت نتاعنا هل انه الاحتياطات من الشمس تكون عن طريق ليكرون فقط لا فوالا هذه المعلومه راهو احنا مش نعاونوا به بلي نقدروا كل ساعتين نعاودوا لكن راهو يلزم معنا نعاونوا الحمايه باللبسه شابو ليونات حويج تغطي اكثر ما يمكن الجلد نتاعنا حاجات فاتحين اذا كان الجلده كان كيما لابسه انا توا هكا في النهار بريفيرونس لا خاطر هي الابسورب اكثر للريون تاع الشمس دونك هنا دكتور باغ اكزومبل تكون نفس حاجه بلي دين وغامقه في الكولور نوار مارون خلينا نقولوا اسكو
يسمر البدن من داخل دكتور؟ لا تأثر؟ لا, لا, لا. مي مش يجبد أكثر ممكن حتى للوجه خلينا نقوله؟ لا أكثر معناتها مش تسخن أكثر, أنت جلدة نتاعك تسخن ولا. أكثر دونك دو بريفيرونس تلبسها كلير, ننصحوا بالكلير أكثر ديما في الصيف لي كولور فاتحين. دونك المعلومة نتاع لي ليكران فقط هو اللي باش يحميك لي مش صحيح. ديجا أنت تدرج دكتور كون تقول شابو لونيت حاجات في الكولوراسيون فاتحة, سينو ليكران اللي برشا ركزوا سألوا عليه ممكن في الروبورتاج هذايا اكثريتهم البوم تاعهم غراس معناها ميكست اغراس خلينا نقولوا, واللي ممكن هي جينيرالمون تعتبر هذه البوم تاع التونسي الاكثريه ميكست غراس دكتور. هما ركزوا على حاجتين اللي انا انتبهت لهم, اول حاجه ليكران والبو غراس وليكران واللون اللي فماش كنت انت يسأل وفماش كنت معناها عادي تحط إكران ما تراش اللون ولي تاش على أو على السمورية معناتها انت الإكران كي تعمل علاش انا نسمار رغم انا نحط إكران. بالنسبة للجلدة المزيتة معناتها تقريبا 4 نقاط باش نجاوبوا عليهم. النقطة الأولى اللي جلدة مزيتة, راهو الجلدة المزيتة إذا ما تعرف راهي أرضية أول حاجة, راهو ما يتصورش في باله اللي هو فما دواء نهائي للزيت, راهو معناتها نقولهم راهي طبيعة جلدة. لكن احنا توا ليزيكران راهم فما ديفلوبمون كبير وتطور كبير في ليزيكران, معناتها ما شاء الله أنت تمشي للفارماسي باش تاخذ إكران تلقى الأنواع الكل, معناتها هنا أنا جلدة نتاعي مزيتة يزمني ناخذ إكران أدابتي لجلدة المزيتة باش ما نحسش روحي حاجة رزينة على الجلدة متاعي. هو راهو ستان كونفور, معناتها احنا كي انت باش تعمل إكران جلدة الشيحة ولا جلدة مزيتة مش معناتها راهو الإكران باش ينقص من قيمته ولا مش يزيد من قيمته, ما لكن تحسن في الخاصية, معناتها توا الإكران تلقى فيه خاصية زايدة على الحماية, معناتها احنا الإكران مش يحمينا من الشمس لكن فيه خاصية أخرى اللي هو لي معناتها يخليك ما تزيدش عليك الزيت ولا ما يكثرلكش الحب شباب, خاطر مش نعمل احنا جلدة مزيتة مش نحطوا إكران اللي هو يزيدنا الزيت, راهو مش نعملوا بوسي داكني. نوفل جوس قنعنا تليفوننا, فما حاضرة معنا مدام معوض, مرحبا بك على موجات راديو الحياة فان. عسلامة الساخين, صباح النور, مرحبا بك, مين تكلم فينا عوض؟ مرحبا بك عواطف. دونك اليوم موضوعنا حمايه البشره نتاعك من الشمس خاصه في فصل الصيف. حاضره معنا دكتور هاجر كشوخ اخصائيه امراض الجلديه والتناسل, عندك ما تطرح عليها عواطف؟ مرحبا بها دكتور, عايش مرحبا بربي. مدام هاجر نحب نسالك, انا نخدم في حانوت, ملي نخرج معناتها الصباح 9 نتاع الصباح نعمل ليكران معناتها نقعد في الحانوت معناتها ما نخرجش للشميسه كنش كنروح العشيه معناتها ما حكيت 6 ونص 7 من الخدمه معناتها نجم الكرام معناتها نخليه نهار كامل, انا ملي نعمل الصباح معناتها ما نبدلوش الكرام لين نروح نغسل وجهي في الداء, معناتها هذيك طريقه صحيحه ولا يلزم حتى في الحانوت معناتها ما نتعرضش يعني لاشعه الشمس يلزم نبدلو معناتها كل ساعتين؟ بي هو سيديبون الحانوت يدخلوا ما نشرح عليك سؤال اخر وكي كان نجاوبوا, انت اكيد في الاستماع لينا عوض في قاعده تسمع فينا في الديريكت. اي ديما نسمع فيكم, مرحبا بك. بي كمل اطرح على الدكتور السؤال نتاعك. ومنحب نسأل برضي مدام هاجر, انا عندي هكا برشا معناتها بستخالات هكا في بدني وكل شيء, معناتها البستخال معناتها نجم نحيه معناتها فما طريقه يتنحى بها؟ بي هذوما هما زوز اسئله نتاعك عواد. مرحبا بك عواد, فقط في الاستماع, هاي الدكتور ان شاء الله باش تجاوبك على الاسئله. قولها الحانوت ما يدخلوش الشميسه خاطر بيت هكا بين اكد عليه بيه. اوكي مرحبا بك عواطف, اذا كنت حابه تدخلوا كي مع عواطف تليفوناتكم على 70 35 120 وتطرحوا السؤال على دكتور هاجر كشوخ اخصائيه امراض الجلديه والتناسليه. دونك دكتور نحكي في نفس المشكل ديما ليكرون, نكمل نجيو نعملوا الاثر الاولاني دونك احنا عارف. بالنسبه للزيت قلنا نختاروا ليكرون اللي ادابتي للجلده نتاعنا اللي هي مزيته, راهو فما موجود باش ما نزيد نحسوش به اللي هو رزين وباش ما نزيدوش نكونوا سبب احنا باش تعمل لنا البوسي داكني. ها السؤال الثاني على لي تاش, لي تاش برون والجلده اللي تغمق, راهو احنا جلده تغمق تولي غامقه على خاطر تحت تاثير لا لوميير بلو اللي هي لوميير فيزيبل, وتوا لي زيكران ولاو فيهم لانديس دو بروتيكسيون اللي هو انتي يو في ا يو في بي واللوميير فيزيبل. دونك سي فري قبل راهو ليكران مجعول كان باش يحمي كونتر يو في ا يو في بي على خاطر المهم معناتها لوبجيكتيف الهدف هو الوقايه ضد لي كانسير اي شيخوخه
مبكره توا افيك ليفولوشن ولا فما دي زيكران اللي هما قاعدين والعمال زين يتطوروا الحمايه ضد لا لوميير بلو اللي هي عامل من العوامل باش جلدتك حال وباش يولي فما لي تاش برون. فيما يخص اللون الازرق مع ليكران راهو هذيكيا سون نيونس معناتها فما دي زيكران وقت اللي تحطهم على الجلده نتاعك لي بارتيكول اللي فيها يعطيو مظهر كانها لون ازرق. حاجه ما عجبتكش في اللون تبدل ان اوتر ايكران اللي هو يكون ترانسبارون. انا شنو نقول لهم ساعات كي يبدا ليكران الفون دو تام تاعو ولا اللون ما عجبكم شنو تعملوا تعملوا ان بون ايكران اللي يكون فيه لانديس دو بروتيكسيون اللي هو مش يحميك وفوق منه تنجم تحط فون دو تان ادابتي للون نتاع القشره نتاعك راهو مش ممنوع. داكور دونك معناها الحاجه الاولى اللي تعملها تحط ليكران نتاعها وبعد تحط فون دو تان ولا المكياج نتاعها اللي تحب عليه معناتها مثلا. فيما يخص البنيه اللي قالت على ليكران وحنا وهنا في الحانوت في بلاصه مسكره ما فيهاش شمس ماشي اوبليجي باش تعمل كل ساعتين راه. داكور دونك جوست اذا كان انا شنو نقول لهم اذا كان بلاصه فيها شباك وفما ضوء هذيك الاشعه مش تدخل لك معناتها هي راهي مش سخانه نقول لهم ديما راهي مش سخانه راهم الاشعه الضوء اللي باش يدخل الضوء اللي باش يدخل. دونك اذا كان احنا في بلاصه مسكره ما فماش ضوء ماشي اوبليجي باش تعمل الصباح قبل ما تخرج قبل ما تمشي للخدمه وقبل ما تروح معناتها مشنا مجبورين مش نعمل كل ساعتين. اما اذا كان انا لبرا والا في بلاصه فيها فيها برشا ضوء دونك انا وقتها مش نعمل ليكرون تاعي كل ساعتين والا فما لي زيكران تاعو اللي قاعدين يخرجوا خرجوا جدد اليوم مش يقعدوا كل ساعتين 7 8 يقعدوا كيكا 4 سوايع. انا ما نحبش نقول 7 8 انا نقول انا 4 سوايع ما توصلش 7 اي ما نقول انا 4 سوايع يعطيك الاريحيه اكثر باش انت تزيد تطول شويه في الوقت باش تعاود ليكرون تاعك. ولا هنا يا دكتور تاثيرات نتاع ليكرون هاكا عندنا كل ساعتين تقول لك انا في الاستعمال اسكو باش نغسل وجهي ونعاود نعمل ولا نرمي ما تنساش مش تعمل فوق معناها كوش فوق كوش حتى ميم سي اذا كنت تعرضنا للاتربه البارا نعرفوا احنا هي والاحساس نتاعها معناتها اذا كان هي تحس روحها اذا كان هي متقلقه ولا مسخت وجهها ولا حاجه وتحب تغسل وتحط كوشه جديده ما يقلقش. اما احنا اون نوبليج با لي بيرسون باش يعاودوا كل تعاود تغسل وتعاود حتى باش تبدا تجرب خاتيك ما تنجمش مش خاتيك انت باش تغسل وجهك كل ساعتين مش تمشي لبيت البان مش تغسل وتعاود تحط ايكرون مش خاتيك. فوالا هنا لي زيكرون كيما قلنا احنا لازم تاخذوا يتلائم مع نوع البشره نتاعك دكتور لازمك تعرف جينيرالمون هل انا هنا نعرف احنا تاو براتيكوم فما لي تيستور ولا تيستور في لي فارماسي لي بارا فارماسي كل ما ولاو موجودين. دونك هنا يا دكتور هل انا تجرب ليكرون بعد تشوفوا على روح كيما باغ اكزومبل احنا خلينا نقولوا الفون دو تان لازمك تجرب وتغدو باش ترجع تاخذ التان اللي تمشي عليك اكزاكتومون خاطر تصير التغيرات في البوم تاعك تعطي الكولوراسيون مش هي. هنا تحس روحك مرتاح نجم يعطيك لاسبي اللي زيت ما يزيتش ليكرون اذا كان استعملته تجرب وبعد تاخذ دكتور والا مش بالضروره. احنا نصعوا الحاجه خلي نفسر شنو ان ايكران صافي كل شيء. ليكرون هو مرهم جلدي والا تلقاه سائل الدور نتاعو هو انه يمتص الاشعه الفوق البنفسجيه او يعكسها باش نبداو متفاهمين. باش نقولوا احنا ايكران باش يحمينا واللي هو مش يحميك من الشمس باش يقوم بالدور هذايا لازمنا نشوفوا لانديس اللي هو اس بي اف. اذا كان احنا في ال 40 بين 40 و 50 اوني بروتيجي. اذا كان فوق ال 50 من 50 بلس تقام كلهم هما لانديس تاو 50 بلس رانا احنا في ايكران ميديكال اللي هو اوت بروتيكسيون معناتها انت باش تمشي تشري اكران اول حاجه اول كريتير باش تشري بيه هو الاس بي اف 50 بلس من بعد باش يجيو لي زوتر ديتاي. الجلده نتاعي مزيته مش ناخذ اكران الجلده اللي مش مزيته. الجلده نتاعي مثلا شايحه مش ناخذ اكران الجلده شايحه. الجلده نتاعي فيها حموريه فما دي زيكران بالنسبه للجلده نتاعهم حمراء. جلده نتاعي مثلا بديت تتجعد ماذا بيا ايكران هيك سوفيستيكي شويه فيه لي زونتي اج. جلده نتاعي فيها لي تاج كيما تنجم تاخذ ايكران اس بي اف 50 لكن نجم ناخذ حاجه ان بو بلوس فيها لونتي تاج. نحب انا ان ايكران افيك فون دو تان هوني نجم تعمل التيست نتاعك خاطر هنايا يدخل فيها كل ما هو كوزميتيك لا كولور. دونك هنايا نقول لهم انا جربوا قبل اللون الاخر كل مش تلقاها على الباكيجينغ بور لي بو غراس بور لي بوساج انتي بيغمونتاسيون اللي تحب عليا انت الكل لي كريتير باش تلقاها مش تلقاها موجودين. الاخر اللون يفرق من شخص لشخص سوغ لو بلون براتيك دو بريفيرونس اذا كان فما لا بوسيبيليتي راه موجود ديما باش تلقى انت ايشانتيون باش تشوف اللون سي بوسيبل
مش ديما متواجد الشيء هذا اي مي انت مش مثلا تلقى في توا ولي وحتى لي كولور دو نتاع ليكرون اللي هما فيهم التان ساعات تلقى دو ولا تخوا كولور معناتها انا قلت لك معناتها فما تطور كبير في المارشي نتاع لي زيكرون دونك انت تلقى كل لون فاتح لون متوسط لون غامق نجم انت تقرب اللون تستعمل حتى كان ما عجبتكش المره هذه تستعملها تتبدل اللون المره الجايه انا ديما نقول ليكران لازمنا نتعاملوا معاه كانه ميديكامون معناتها قبل كل شيء راني قبل ما ناخذ ان ايكران على اللون اللي باش يزين اللي باش يعطيني تقول لك انا عندي ليتاج وكيفاش نقولوها انا نعمل ليكران ما تنحاش ليتاج راهو ليكران مش دواء للامراض دكتور راهو احنا كي ناخذ ايكران باش يحمينا من مشاكل اخرى اللي هما الشيخوخه المبكره لي كانسير والتيريورمون توا ولا مع لي زيكران اللي هما فيهم حمايه ضد لا لوميير بلو هي اللي هي مش تحمينا ضد الغموقيه مي راهو مشنا احنا مش نحطوا فوندوتا والا باش نداويو بيه امراض هو في الوقاية أكثر منه حاجة أخرى لا وقي شمس هو ورانا كي نحطه إكران مش نرانا ديما محميين 100% معناتها يمشي في بالي أنا كي نحط إكران ذاك نسيت روحي مش نقعدينا كيما نحبينا في الشمس راهو لا راهي في المدة الاحتياط اللي احنا الاحتياطية اللي مش نعملو فيها مثلا احنا مش نقعدوا ساعتين فك ساعتين هذو كوما في الشمس راني يزمنا إكران مش معناتها احنا حاطين ايكرام باش نقعدوا 10 سوايع واحنا في الشمس ولا قداش حتى لا هذه المبرر نتاع لي كل ساعتين لازم نعاود ليكرام دونك ليفيكاسيتي نتاعو راهي تتنحى هي احنا اللي فهمناها من عواطف ممكن تقول كاين على الاقل حتى نحكيو على الجاسبياج خاطرنا فما دي زيكرون يبداو كوميم غاليين شويه ممكن تقول كاين براتيكمون مانيش قاعده نخرج دونك اسكو تعاود كل ساعتين هذاك علاش سبب اي طرح السؤال نتاعها هذايا دونك اذا كان انا اكسبوزي للشمس راهو كل ساعتين باغ اوبليغاسيون لازم ليكران يتعاود هنايا كيما حكينا احنا في الحياه اليوميه نتاعك جوست معناها كي مش يكون وجهك والا يديك هما المعرضين للشمس دكتور هنايا يختلف ليكران تاع الوجه على ليكران تاع البدن حتى في التركيبه بيان سور انت كاهل الاختصاص في لانديستو بروتيكسيون لازم يكون كيف باه اما احنا كي نقولوا بدن تاعو ماذا بينا حاجه اللي تترح بالفيسا في الوجه ناخذ كريم وفي البدن ناخذ سائل خاطر علاش خاطر بوغ فاسيليتي لابليكاسيون مش على خاطر اي لازم يكون لي حتى سبراي هذيك مهم باش يبدا ساهل هو يسهل لك اللي يبيع يحاول يسهل لك باش الاستعمال تاع ليكرون اذا كان في الوجه نجم يقول لك مش نستعملوا وجه نستعملوا كان كريمه كهو وفي البدن مش نستعملوا لي بالطبيعه اذا كان احنا عندنا لي اخو يمنع هو باش نحطوا على الوجه لا نجموا اذا كان عندنا لي نجموا نحطوا على الوجه وعلى البدن الاثنين مي اذا كان انا مش نستعمل كان على بقعه صغيره اكها وجهها كاو دونك كريم معناها حتى في الابليكاسيون يكون خير اكيد احنا مازلنا واصلين معاهم السيده مستمعين موضوعنا لليوم اللي هو مهم جدا وفما انتراكسيون الحقيقه في الموضوع هذا خاطر الناس كل اللي تدوي بالجمال نتاعها وخاصه البو اللي حبوا يحميوها خاطر يقول لك تاثيرات الصيف تكون كبيره برشا حتى باش يتجاوزوا المخاطر اللي بتاع التاثيرات هذوك تكون اصعب دونك هذيك علاش نمشيو للحمايه اكثر ما نذكرهم اليوم موضوعنا مع دكتور هجر كشوخ اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه كيفاش نحميو رواحنا من الشمس في خضم الطقس اللي سي بون اسخن اسكول تليفوناتكم على 70035120 والا 77288289 ومازلنا مواصلين معكم سانتي 5.0 سانتي 5.0 في الو دكتور مع دكتور هجر كشوخ اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه موضوعنا لليوم كيفيه العنايه من كيفاش نحميه خاصه البشره نتاعنا في ظل اشعه الشمس الموجوده تو في ظل فصل الصيف اللي سي بون براتيكمون دخلنا فيه الناس الكل دخلنا منذ شهر مي بيقو مرحبا بكم جديد دكتور دكتور حكينا برشا على لي زيكران كيفاش يتم الاختيار لي كريتير نتاع لي زيكران نستعملهم في كل سكول يمشي بالهم ليكران هو الطرح الاول نتاع حماية من الشمس لكن احنا كنا درجنا قلنا تلبس شابو تحمي روحك تلبس لونيت تلبس كيف حوايج يكونوا في الكولوراسيون فاتحين مع هذيك يكون مكمل اللي هو ليكران كل سواء على الوجه نتاعك والا البلايص الاكسبوزي نحكيوا على الحياه اليوميه خلينا نقولوا دكتور اللي العبد نورمال شي قوم صباحي يمشي يقرا يا اما يمشي يخدم على روحه كيفاش تكون الاستعمالات اللي كيما كلمتنا مدام عواطف قالت هي جوست تخرج الصباح في الشمس وتروح كان عقب عشاء برشا عبيد كيف
هي زادة كيف كيف. لكن احنا قلنا حكينا على زوز حاجات في الاحتياطات متاعنا، قلنا في الفي كورونت وقلنا كيف كيف في البحر خاصة اللي سيبون معناها تاو من الايامات الجاية تاو نبدأ ونلاحظ الناس كل يهطر البحر جستما. احكينا لهنا على خاصة كيفاش يتصرفوا، اللي قلنا احنا ملول كنا لانسينا شوية قلنا التدرج في الحماية، نمشي اسوي عن نهار لولين يسبيع غربا نبدأ بشوية 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 باش ما نتحرقوش بالشمس جستما. لكن هل انه ساعة دكتور نسأل قبل فما اوقات معينة دو بريفيرونس نقولوا احنا نمشيو فيهم باغ اكزومبل الصباح بكري نقولوا من 6 للغران ماكس 9 نتاع الصباح نمشيو للبحر، بعد العصر هكا تبدا تخفك الاشعه نتاع الشمس علينا شويه، والا فما ناس تمشي من الصباح للعشيه الحقيقه للبحر. هو راهو ذروه الشمس هي بين 10 لل 4 نتاع العشيه. داكوغ نقولوا احنا بين 10 ل 11 للبريود هذيكيه من المستحسن نحاولوا ايفيتي نحاول باللي نقدروا ان احنا ما نمشيوش في الاوقات هذيك ديما ماذا بينا قبل 11 وبعد 4 باش ما تصيرناش مشاكل في الجلده نتاعنا. وراهو يزمك تعرف اللي احنا وقت اللي فما برشا ناس يقول لك يا عادش بي ان عديت نهار كامل انا تحت الباراسول. بربي النقطه هذه ديما نعاودها، راهو احنا في البحر الاشعه فما زوز انواع، فما الاشعه اللي هي ديريكت وفما الاشعه المنعكسه. هاي الاشعه تنعكس بالرمل بالماء بالارض بالنبات. دونك احنا في البحر انت كنت لاحظ حاجه ساعات انت كي تبدا في نفس الساعه مثلا 9 تاع الصباح كي تبدا في الحياه اليوميه انت وجهك ما يغمقش كيما 9 في الصباح في البحر. علاش؟ الكميه نتاع اشعه الشمس اللي تتعرض لها في البحر مش نفس الكميه اللي تتعرض لها وانت برا. علاش؟ على خاطر فما اني في سيغاجوتي نتاع أشعة الشمس، خاطر فما انعكاس نتاع الأشعة هذيك، أنت تقبل الأشعة اللي هي ديريكت والأشعة المنعكسة. هذا اللي يفسر دكتور الناس اللي تقول لك أنا تبرانزيت من غير ما عمت وراني تحت الباراسول مانيش مقابلة الشمس. ماشي في باله اللي هو وقت اللي هو في تحت الباراسول راهو محمي، راك مش محمي وأنت في الباراسول تحت الباراسول. دونك يراهو من المستحسن نبعدوا على وقت الذروة هذيك باش احنا ما نتضروش. واحنا في الفترة اللي هي احنا محمي معناتها اللي احنا مش حتى في الذروة راهو ليكرون يزم يكون معناتها كل ساعتين ويزم يكون غيزيستون الو، معناتها فما دي زيكرون اللي هما غيزيستون الو، معناتها انت كي تهبط للماء ما يتنحاش. مستحسن تعمل في الفترة هذيك لي زيكرون اللي هما غيزيستون الو. وإذا كان من النوع اللي أنت النوع متاعك اللي هي جلدة فاتحة اللي فوتو تيب 1 و 2 شنو ما هذوما اللي عندهم جلدة فاتحة كيفاش نكيفوهم؟ شو معناتها جلدة فاتحة؟ جلدات الفاتحة هذوما احنا نصنفوهم فوتو تيب 1 و 2 شنو يصير لهم هما هذوما؟ هذوما راهم كي يمشيو للشمس يحمروا وما يسمروش، تقعدش نهار كامل تولي طمطومة حمراء ما تسمرش. إذا كوما يلزمهم يرد بالهم برشا 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 من الشمس، خاطر هما أكثر وحيد معارضين لي كونسير دو لابو. دونك معناتها يلفو إتخو ستريكت معاها قبل العشرة ولا بعد الأربع، وقبل العشرة وإكرون. يلزم إكرون كل ساعة. وماذا بينا مش كان إكرون راهو، ماذا بينا وهما زادا حتى في البحر يعوموا بدبش. ما يعموش بحاجة معناتها بالمايو والكل، خاطر راهو إذا كان معناتها يتعرضوا برشا للشمس راهو مش يتحركوا، راهم هما أكثر وحيد نقاو عندهم لي بغلوغ، يجيك محروق ما يرقدش الليل راهو ما ينجمش حتى شكون يمسك بالوجيعة عبارة محروقة ما سخون ولا بزيت سخون ولا يصير لها محرق. وهذوك هما أكثر وحيد معرضين للسرطان الجلد. وحاجه اخرى كي نمشيو للبحر زاد ماذا بينا حاجتين، نبعدوا على الدويات اللي تعمل لنا زيد تخلي جلده حساسه للشمس نسميهم لي ميديكامون فوتو سنسيبل، دونك لازمنا نبعدوا عليهم هذوكم. واذا كان عندنا دويات ما نجموش نبعدوا عليها راهو يلفو ايفيتي تمشي من السبعه الفوق في الظلام تمشي للبحر مش في الضوء، على خاطرك مش خاطر دويتك اوبليجي. دونك ما البحر تخليه عشيه مخر ولا صباح بكري بكل من وقتها ما فماش برشا شمس تناره وجلده نتاعك تتحرق. والحاجه الثانيه اللي نوصي عليها مش نمشيو للبحر ونحطوا دي برودوي كوزميتيك والا دي بارفان اللي يعملونا حساسيه مع الشمس ولا يخليونا بلاصه كحله، خاطر راهو فما دي برودوي كوزميتيك ولا دي بارفان كي تعرضوا للشمس يعملونا بلايص كحل. دونك احنا لازمنا رد بينا كي نمشيو للبحر نون سولمون لا بروتيكسيون
en plus les médicaments اللي هما يعملونا فوتو سنسيبيليزاسيون دونك mm-hmm. ا ايفيتي ولا لي برودوي كوزميتيك ولا لي بارفان اللي هما ينجموا مع الشمس يعملونا بلايص كحل داكور فما دكتور اللي يقول لك احنا نلاحظوا لي برودوي ممكن نعرفش انك تدخل في ليتا كوميرسيال والا لي دونك ينجموا يحميو يقول لك فما دي سبراي تنجم تعملهم ابري سولي باغ اكزومبل اللي هما متواجدين في لي غراند سيرفاس في لي بارا فارماسي كل دونك هذوما دكتور ينجموا يحميونا بعد الشمس تكون اثرت فينا الشمس ينجموا يحميونا والا كيفاش باش تكون في التفاعلات نتاعهم هذوما لي كريم بعد الشمس راهم هما مرطبات وابيزون معناتها انت صار لك التهاب صغير من الشمس باش تحطهم باش يبرد عليك اما احنا ما نحبوش نوصل للشيء هذا اي ساعه اول حاجه ماذا بينا مرا ما نوصلوش دونك لي كريم هذوكم مش يحميوك اذا كان صار ضرر في الجلده راهو مش لي كريم هذوكم اللي مش يحميوك اما شنو اللي نجمو يعملوا مثلا احنا كي نتعرضوا للشمس ولا للبحر بصفه عامه الجلده تشيح شوي ترى شويه شياح شويه اغريسيون صغيره انت مش تعمل لها دي كريم ابيزانت ولا ترطيب الجلده اما اذا كان وصلت احمرت ولا تحرقت سفينه فما معناها دويات اخرى لازم ومش ما لازمناش نطمنوا بس هما حاجتين لازم ننتبهوا لهم لا نطمنوا ياسر للاكران ولا نطمنوا ياسر للكريم ابيزانت ديما الاحتياط واجب après exposition solaire ما راهو مش معناتها انا عندي اكران نقعد نهار كامل ومش معناها خاطر عندي اون كريم بعد exposition solaire معناتها اي حتى كي نتحرق راني مش نعمل لك كريم تاعي تنو اللي لبس عليها راهو رد بالك معناتها ما يلزمناش نمنعوا ياسر للحديث هذايا الناعم كحديث ناعم ما راهو مش صحيح جوست يرتحنا معناها راهو سي بون تتفرهد وترتاح عندنا في 3 دقائق مازالوا في دينا دكتور جوست معناها فيت فيت ان شاء الله نهار اخر احنا نحكيو لهم خاطر طرحوا اسئله parmi les لانه يتعمل في الصيف والا لا هذا معناه سؤال تطرح والبيلينغ تقشير الجلد نتاع الوجه خلينا نقولوا هو لازير راهي كلمه تعمل. كبيره راهم لازير سا ديبون لو شتون لكن لازير بور لي سيكاتريس ومش يقشر الجلد والكل لي اما لازير مثلا باش ليبيلاسيون مش نحي شعر سا ديبون الزون اللي باش نخدموا بها سا ديبون لو لازير اللي باش نخدموا بيه ولكن الكلهم اللي نقولوا الكلهم وقتاش احنا ما نعملوش ليبيلاسيون لازير وقت اللي انت باش تمشي للبحر راهو فما لي لازير توا ادابتي للطقس نتاعنا وادابتي للبو نتاعنا معناتها انا ساعات نخدم اللازير ايبيلاتوار في تومبك وناس مش ماشيه للبحر مش تعوم وفي بلايص معناتها مخبيه اي معناتها مش بالضروره راهو ممنوع مي لهنا الطبيب هو يعرف شنو الماكينه اللي باش يخدم عليها فما دي لونغ دونك ما نخدموش بهم في الفصيف مي لو غاس نجمو نخدمو بهم في الصيف بالنسبه لي بيلينغ انا ماذا بيا نقول بيلينغ ماذا بيا الكل ولا في الصيف مي فما بعض حالات كيما نقولوا احنا لي بيلينغ سوبرفيسييل اللي ما يقشروش مسموح بهم شويه للكوديك لا بالطبيعه عند طبيب يبدا اكسبيريمونتي ومريض ديسيبليني مش باش يعمل لي اليوم بيلينغ تاخذوا للبحر دونك فما دي كونديسيون معينين ونسمحوا روحنا باش نعملوا بيلينغ اما انا ماذا بيا نقول لا باش هكاك تخرج كلمه لا خير من اي مي فما بعض حالات دي زيكسيبسيون وين احنا نعملوا عند بعض اشخاص اللي هما ديسيبليني والا كونسنتراسيون معينه نتاع بيلينغ اللي هو يكون تري سوبرفيسيال تنجموا المواضيع مهمه هما اللازير والبيلينغ جوست نخدموا في طريق على سؤال مدام عواطف باش ما ننساوهاش اللي دخلت معنا على بوسيت الخال اللي عندها فما طريقه اكيد يتنحاو بها دكتور والا فما تحاليل قبل لازمها تصير كيفاش احنا الوسط خال راهو نكشفوا عليه بالدرموسكوب باش نشوفوا ان راهو بوسط خال عادي اللي نجم يقعد ولا يلزم يتنحى فما لي نيفوس ديسبلازيك يلزم فريمون اون كونسلتاسيون باش نشوفوا معناتها شنو نوعيه النيفوس هذيك اغلبهم كيبداو ما فيهمش خطر وما فيهمش تشوهات راهو مش بالضروره باش نحيهم على دوموند دو لا بيرسون فما بلايص بوستخال اللي هو يشوه جلده نجمو نحيوه فوالا هذه معناها على الاقل نكونوا نجمنا نجيبوا مدام عوض ان شاء الله توكي نطرقوا المواضيع تكون بروفوند اكثر في الموضوع هذا يكون الطرح حتى معمق اكثر ميرسي بوكو ليك انت دكتور هجر كشوخ اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه على موضوعنا اليوم والمعلومات اللي كنت مديتنا بهم اللي مستحقين لهم الناس الكل كيفاش نعتنيوا بالبشره نتاعنا في فصل الصيف اللي فاتته معلومه ينجم يدخل على الباج اوفيسيال فيسبوك يلقى الانتغراليتي نتاع الانترفيو مع دكتور هجر كشوخ
كل المعلومات اللي عطاتكم بار ديتاي الحقيقة المعلومات كيفاش تتعاملوا في الصيف الناسي كل. تليفوناتكم زاد على 70 035 120 اذا كنت تحبوا عندكم موضوع تحبوا تطرحوه ونطرقوا له احنا في لو دكتور مع اهل الاختصاص. ان غون ميرسي نوفل الشرطاني في الاخراج التقني الحصى احمد الشفاري اللي عمل لكم ديجيتال انس الهميمي اللي كانت في استقبال تليفوناتكم. مريم منصوري كوتي ميكرو نقول لكم ان شاء الله غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت في اقل من 3 دقائق. سوار بن حميده قراءه في اخر الاخبار المحليه العالميه والجهويه. عندنا اخر اخبار التظاهرات الصحيه اخر الدراسات العلميه والامور القانونيه وفي الساعه الثانيه نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسالوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبيه تسالوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحيه. ما لا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعه من 10:30 نهار على الحياه فام في سونتي 5.0 صحتك بالدنيا.